اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى جايبين بوري وهنعمل أحلى فسيخ بمشيئة الله، ولا إيه يا مايا؟ ماشي. معانا بوري، معانا شطة، معانا ملح خشن بحري، معانا فلفل، معانا كركم، ومعانا الأزايز دي احنا قصينها عشان نعمل فيها البوري، ومعانا مناديل. أول حاجة هنعملها، غسلنا البوري كويس قوي وصفيناه من ميته في المصفى، وهنعمل ايه بقى يا ميه؟ نمسك بقى ايه؟ الخراشيم، هنحشيها بقى خراشيم. بصي هنحشي الخراشيم كده من ازيل. عاوزه اعمل معاكي. اعملي اجويري. يلا اطفسي، اطفسي المناديل عشان تشرب كل الميه اللي في بطنها. يلا هشيل بقى السمكه دي. ماشي ماشي. اتفضلي يا قمر، اتفضلي يا شيفا ميه. اتفسي، شاطره، ما تخافيش منها، ذوقيها. لا اشربي ميتك عشان نخلي لحضرتك الحته دي. يلا ايه، اتفسي بايدك. يلا تفوس. يلا يا شاطرة، زقي زقيت. يلا اشربي مني بقى اخر واحدة. شاطرة، حب انا التمكن بتاع مايا ده، متمكنة. طبعا هنغير لها المناديل باستمرار لغاية ما تصفي المية خالص. دي كبيرة، هنحط لها مناديل تاني. وانا بقى محطره الازايز، احط بسم الله. بسم الله. عاوزه احط ايه كمان؟ لا انتي بصي بقى، المرحله دي خليها عليا انا، هقعد اغير المناديل غير المناديل لغايه ما متصفيش ميه خالص، والاقي المنديل ابيض، ابتدي بقى اللي انا ايه، ارفع. تا 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 تا. يلا بقى. ريت قصور بتنزل منها. هنصفي بقى المية خالص اللي فيه لغاية ما المناديل تبقى فاتحة، وبعد كده نكمل. عملت ايه للسمكة يا موية؟ عملت عملية جراحية. عملت عملية جراحية وشلت كل المناديل دي؟ لا انت تعبتي بقى، قولي لهم يعملوا لايك عشان انت تعبتي، صح؟ يلا بقى نبتدي بقى نحط المكونات. معانا الملح بتاعنا. انا اللي هحط بقى. ماشي يا معلم. هرم ولا حطي؟ حط. ماشي. لا انسى انسى، بس كده، ولما نعوز تاني نكمل. طب انا كنت عاوزه امسكه كله. المرحله بقى الصعبه اللي احنا هنحط ده واحده واحده كده عشان ما يطرش. كركم مش بعرف عليها. الشطه بقى هتعطسي عشان انتي قريبه منها وقصيره قزع. لا مش هعطس، مش هعطس. واثقه؟ اه. طب تحطي بالمعلقه عشان العطس؟ اه. اتفضلي. ولا اقول لك حطي كده، حطي كده كوب زي خالته كده. ماشي. كده يلا يلا وريني الحرفونه. لا ابعدي كمك بس عشان هتعطسي. ها 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 بس قوي كده. اعطسي بقى يا مايا. لا اعطسي يا مايا. ما ماشي هنقلب. انا علي. لا بلاش التقليب يعني، بصي حضرتك التقليب ده صعب، وشطه بقى وبص وهعطس هعطس. ناخد بقيه العمليه الجراحيه بتاعتك. اه نحطهم هنا. اسحب اسحب. شيلي شيلي شيلي. اه ها ها حط. شاطره حبيب خلطه يا مايا. حطي يا قمر.
كل شويه تقولي هغسل ايديا، اقولها مش هتشتغلي؟ نشتغل بقى بسرعه. يلا عاوزاكي تنزلي ايش كله ان شاء الله. نلبس بس كده، نحط كده. بسم الله. طب هشي انا انزل، انا عاوز احشي. لا عشان الشطه وريحتها هتبقى صعبه، احنا لازم نحشي كويس. ندخله كده. انا عاوز وصفتك النهارده ايه بقى على السمك؟ فسيخ. فسيخ يعني فسيخ ايه؟ خلي بالكم بقى يا جماعه، انا جبته من سوق العبور، وممكن تلاقوا طباره شبيهة ليها بس جوزها بيبقى رفيع، البوري بيبقى البوز بتاعه عريض، خلي بالكوا عشان بيبقى فيه سفة كتير. وكمان هنحشي بقه. يلا يا ماي. عاوز احشي. يا ريت يا ماي هتعطسي. اعطس بيتي. نحشي بقه. طب عاوزه احشي بقه. طيب هنحط بقى ايه؟ الفلفل. انا جوانتي انا عاوزه احط مش عارفه اشتغل منه، هحط فلفل بقى جوه بقه. ينفع اعمل العمليه؟ اتفضلي 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 اتفضلي. ها ها اوام اوام عشان العدس. الشطه عامله شغل جامد. يلا 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 ده حطينا وحطينا. يلا هاتي 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 عشان الشطه تطلع على يلها. ونحط شويه كده. ايوه وشويه كده. هننزل بقى كل الملح ده كده وكل ده كده بقى. ايوه. لا 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 الشطة الشطة يا بنتي. هنحطه بقى في قلب البطرمان ووريه لكم. هنقول بقى العملية كانت مشطشطة قوي يا جدعان. جدا. انا اتعورت 3 مرات عشان الشوك بتاعها، عشان اضرب رمى واحطها هنا. ناخد بقى كيس عشان نقفل البطرمان. وفكروني بقى يا جماعة بعد 14 او 18 يوم هنشوف كده مع بعضينا هيستوي في خلال قد ايه. اكتبولي بقى في الكومنتات وفكروني. هو احنا مش هناكلها؟ لسه بدري ما تستوي اهو. برمتها ودخلتها. يلا قولي لهم بقى يا مايا احلى شير ولايك وسبسكرايب ولايك واكتبوا لنا في الكومنتات بقى عشان يفكرونا استوى ولا لا، صح كده؟ يلا مع الف باي. سلامه. باي باي. يلا قولي لهم لايك 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 بالشطه اللي في ايدينا دي. مع الف سلامه.